السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين لبرنامج حكاية وأولاد البلد. ورجعنا لكم تاني مع الفقرة الرياضية بعنوان علاقة الرياضة بالدين. طبعا احنا كنا الأول قبل ما أتكلم في حاجة أنا أحب أشكر طبعا كابتن أسامة صلاح على تأديته للفيديو اللي احنا عملناه النهاردة، وعلى فكرة هو بالمناسبة من أوائل كلية التربية الرياضية، ودي حاجة طبعا مميزة وحاجة كويسة جدا. النهاردة إن شاء الله هنعقب على الفيديو. كنا احنا عملنا قبل كده فيديو قبل كده يخص التراي سيبس، عملناه على جزئين وخلصناهم، وبعد كده دخلنا على احنا عملنا الباي سيبس وخلصناه، واحنا بدأنا النهارده على التراي سيبس على جزئين، عملنا جزء النهارده وان شاء الله جزء الحلقه القادمه. ده بالنسبه للتراي سيبس. في عندنا طبعا بقى مشكله، طبعا احنا بنصحح، انا مش هعقب على الفيديو بشكل كبير، يعني احنا النهارده بنصحح الاداء الخاطئ بالاداء الصحيح. لازم يا جماعه نهتم بالموضوع ده. طبعا هو في مشكله عندنا تخص المدربين كمدرب، بيبقى مدرب مش مؤهل. في عندنا مشكله تانية بتقابلنا برضو، اللي احنا ما بنعرفش لو احنا مثلا لعبنا تراي سيبس العضله دي متشرحه لكام جزء. المفترض ان المدرب المؤهل الصحيح يبقى عارف يمرن اللعيبه بشكل صحيح ويقول لهم تشريح، بمعنى اللي مثلا عضله التراي او مثلا يخلينا في الباي، في حاجه عندنا اسمها لونج هيد وشورت هيد. اللونج هيد اللي هي العضله الخارجيه، الشورت هيد اللي هي العضله الداخليه. المفترض ان انا دلوقتي بجيب مثلا معايا المدرب يفهمني العضله، العب انهي عضله، يعني مثلا انا دلوقتي بلعب مثلا بشكل واسع البار، بلعبه واسع، لما بلعب بالبار واسع يفيد انهي العضله الجزء الخارجي ولا الداخلي؟ محدش يعرف، وراهن اللي محدش يعرف، لان الموضوع ده انا طبعا سالت ناس كتير جدا في الموضوع ده، محدش عارف امرن ايه والعب ايه، لا كله حافظ. يعني مشكلتنا ان احنا حافظين مش فاهمين. المفترض اللي احنا يعني، ودي طبعا مشكله طبعا هنتكلم فيها دلوقتي في الجزء الثاني. واحنا دلوقتي برحب بالضيوف طبعا معايا النهارده مثال للاراده والعزيمه والصداقه والاخلاق. معانا ابطال رابطين الدين بالرياضه في زمن قليل جدا بيعملوا الكلام ده. طبعا معانا كابتن احمد بكر. اهلا بيك كابتن احمد بكر. اهلا بيك كابتن احمد. ومعايا كابتن علي فضل. اهلا بيك كابتن علي. اصل انتوا شبه بعض فعشان كده في شبه كبير منكم يعني. انا طول قبل الحلقه عمال اتلخبط بينكم برضه. المهم يعني طبعا انا احب ان انا اتكلم قبل ما نخش في الموضوع بتاعنا، عاوز ارد يعني نتكلم بشكل، طبعا انتوا بتلعبوا جيم من زمان فاهمين الكلام ده. الحمد لله. بالنسبه للمدربين اللي هم بيدربوا بشكل خاطئ ومش مؤهلين اساسا، وطبعا ده مش عيب منهم، برضو عيب من صاحب الجيمات. في صحاب جيمات كتير قوي بيبقوا عاوزين يكسبوا ماده، يعني عاوزين يكسبوا فلوس وبيتاجروا بموضوع الجيم ده على حساب اللعيب اللي هو الغلبان اللي جاي يبتدي تمرين ومش عارف يبتدي ازاي، فبيفضل طول عمره يلعب غلط. صح. بما ان بقى انت يعني بتلعب بقالك فتره، بقالك سنين وكده، انا قبل ما اخش في الموضوع بتاعنا عاوز ابتدي ارد على الموضوع ده واخلصه معاك. تمام. بص حضرتك، مجال الجيمات دلوقتي بقى يتاخد متجره وفلوس اكتر ما بقى هو رياضه. تمام. انا دلوقتي واحد مثلا رايح الجيم، سيولته ان هو يدفع الاشتراك بس، معوش سيوله تانية ان هو يخش مع كابتن برايفت مثلا ويقف معاه ويعلمه كل حاجه. بس هنا برضو الدور كله بيتلخص على اللاعب اللي داخل. انا ما اقفش على حاجه، اصل انا معلش انا ربنا خلالي عقل وان انا افكر بيه كويس واعرف اشتغل على نفسي. انا مثلا داخل الجيم جديد، قبل ما اروح ابدا انا اخد فكره كويسه جدا، مفيش حد ما عندوش نت، فيديوهات التمارين والجيم كتيره جدا جدا على النت دلوقتي موجوده في كل حته. فانا اصلا قبل ما انزل او اخد الفكره، لو انا معيش سيوله انا هعمل فكرتي كلها على قد سيولتي، انا معايا فلوس الاشتراك خلاص، يبقى انا ادور على نفسي في التمارين، ما استناش حد يديني تمارين. بس يا كوتش برضه في نقطه مش واخد بالك منها، موضوع النت صعب اللي انا اتواصل مع النت. انا ممكن ما اكونش اعرف ان انا اخش على النت،
برضو كابتن علي، انا عايزك برضو ترد بشكل قاطع في الموضوع ده. يعني ايه انا معيش نت، انا ما فيش نت معايا، ما فيش وسيله ان انا اخش على النت، تمام؟ او انا ممكن كمان ما افهمش في التمارين، تمام. لازم واحد، انت فاهم القصه، مدرب متواصل معايا قدامي يفهمني اللعبه صح، لاني برضو مهما كان النت مش هوصلني، تمام. هو عامه في ناس كتيره او اغلبيه الناس لما بتيجي تخش جيم عندهم مشكله، والمشكله هي انا بخاف اسال، بخاف اسال او بتحرج حد، اسال حد يحرجني، وده طبعا غلط. يعني اي حد احنا او اي حد حتى بطل العالم اللي طلع ودخل بطولات بره سال وعرف، ومش عيب انك تسال. فدي بتقابل مشكله كبيره جدا انك بتتكسف تسال. فهو اي حد يجي يدخل الجيم جديد المفروض خلاص انا داخل ومش عارف اجهزه ولا اي حاجه، انا داخل جديد لسه فانا مش عارف حاجه، لا انا اسال الكابتن، يا كابتن انا عايز اخش النهارده تمرين، ما اتكسفش اخش التمرينه بتاعتي، ايه الجهاز ده لايه، الجهاز ده لايه، الجهاز ده لايه، واعرف كل حاجه. مع الوقت انا خلاص انا فهمت كل حاجه، فهدخل بعد كده خلاص التمرين انا عارفها. لكن المشكله اللي بتقابل ان هو بتكسف اسال او بتحرج اسال، وده طبعا غلط. ودي ترجع لي برضو، يعني انا مثلا لما اخد تمرينه من كابتن مثلا الحمد لله بقى كويس معايا واخلاقه كويسه وقال لي على التمرينه، انا ما اجيش تاني مره اساله عليها على نفس التمرينه، لا انا احفظ التمرينه واحفظ التمرينه اللي بعدها واللي بعدها اللي بعدها. لا بس اقول لك حاجه يا كابتن برضو، معلش، في الفكر بتاعك غير الفكر، او يعني فكرك غير فكري، تمام. كل واحد ليه دماغ، تمام. انا ممكن استقبل المعلومه بشكل صحيح، ممكن ما استوعبهاش غير بعد مرتين تمرين او ثلاث. انا ما اشتغلتش على نفسي، محدش هيشتغل عليا، انا اهم حاجه انا اللي اشتغل على نفسي وابدا على التفكير بالنفسي، لان كل واحد بيعمل نفسه بنفسه، محدش بيعمل حد. بالظبط، فاهمني؟ انا هعمل نفسي بنفسي. عامه الموضوع ده محتاج يعني عشان برضه نخش في موضوعنا، محتاج يعني وقت كبير جدا وحلقات. طبعا احنا طبعا انا شفت ليكم فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب، بصراحه انا منبهر ان انتوا بتعملوا فيديوهات قرآنية ودينية في نفس الوقت بتتمرنوا مع بعض ورابطين الدين بالرياضة، ودي حاجة طبعا يعني فعلا بتبسط الواحد وفيها متعة. الحمد لله. ابتديتوا مع بعض الفكرة ازاي يعني؟ هو اولا انا واحمد متربين مع بعض من زمان، يعني انا ممكن قبل ما يعني قبل ما ترد ممكن نشوف فيديو يا جماعة اليوم، في فيديو اليوم. ايه الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. النهارده موضوعنا هيكون عن الناس اللي تركوا الصلاه، ايه مفزعه لكل انسان لا يصلي. ماذا قال اهل الجنه لاهل النار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. اول حاجه اعترفوا بيها ان هم ما كانوش بيصلوا، من كلمات ابليس اللعين بكره وغدا، يعني هيقول لك مثلا، يجي يوسوس لك، انا يا ربي هتوب بعد ما يكون عندي 20 سنه، انا يا ربي هتوب لما يكون عندي 40 سنه. الكلام ده غلط. اول ما تسمع الاذان قوم صلي على طول واكسر شيطانك، واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابدا الصلاه على طول. ان شاء الله تكون استفدت الموضوع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينور عليكم يا جماعه، بصراحه الحمد لله طبعا. هو اولا الموضوع ابتدى انا واحمد متربين مع بعض من زمان، جيران يعني. فالموضوع ابتدى ان هو كان بيلعب الجيم، فهو انا لقيت فيه ان هو اتكلم في حته الدين، ان هو في الدين فاهم حاجات بسم الله ما شاء الله كتير، تمام. هو كمان كنا بنصلي جماعه فسمع صوتي فبقى يشجعني وانا اشجعه، ناس تسالنا نرد، فابتدينا الموضوع كده. فنيجي من ناحيه الرياضه، الرياضه هو عامه هو اقدم مني، يعني هو اقدم مني. فاتمرنا مع بعض الحمد لله، وقابلته هناك، وكنت يعني انا كنت بتمرن في جيم وهو في جيم، فهو جينا اتمرنا في جيم تاني. معلش معانا مداخله، كابتن حسن الحلواني بطل العالم. كابتن طارق، اهلا بيك. منورنا يا كابتن حسن. بقول لك يا كابتن طارق، والله وحشك يا كابتن طارق، والله ربنا يكرمك يا رب. كابتن حسن، كنا بنتكلم دلوقتي بالنسبه للمدربين اللي هم غير مؤهلين، نعمل ايه في الموضوع ده يا كابتن؟ الموضوع ده طبعا انت مدرب عالمي وفاهم الموضوع ماشي ازاي، نعمل ايه عشان نحل المشكله دي؟ والله يا كابتن طارق، الموضوع لا متابع ان ليك في رياضه الكباب الاساسيه مرموش بقى مدرب، دي علم تشريح عضلي، وفي دراسه في النيوتريشن علم التغذيه، ولازم يكون على الاقل يعني يكون بطل مؤهل، لان هو يعرف يجهز لعيبه ومرن لعيبه.
مش اي حد يطلع يقول لك انا مدرب واي حد يقول لك انا كابتن انت جاي لعيبه، ان في عدد اصابات كتير جدا بسبب عدم الوعي في تجهيز اللعيبه. انا عامه انا شخصيا لسه النهارده واحد مكلمني على الواتساب الشخص بتاعي، واحد جسمه عباره عن 130 كيلو دهون، لان كابتن طارق انا سامعك سامعك، واحد اداله نظام وتغذيه ومش عارف ايه حاجات كده غريبه، قلت له انت كده هتموت. ايوه ايوه، اي حد يا كابتن بيفتي الكابتن اللي مديهولك بيقول له اسمه تقول ما اعرفوش. ما كل الوقت كل الناس دلوقتي كل الناس كل واحد دخل كمال اجسام لعب بطوله او عمل استوى عضلات يقول لك انا مدرب. لا كلام ده غلط. وانا بنصح اي لاعب مبتدئ لو انت عايز تبقى بطل او عايز تخش في علم كمال اجسام عالم كمال اجسام وتقف على بساط على البساط كمال الاجسام، توجه الى بطل يكون معروف ومحترف او مدرب دارس وليه اسم. كابتن حسن غير كده انا ما انصحش. كابتن حسن انت لازم تبقى معانا في حلقه، وحلقه كمان نعم. تبقى مدتها طويله ان شاء الله، لان احنا عاوزين نسال اسئله كتير جدا تخص الموضوع ده، والموضوع ده خطير جدا يا كابتن حسن، محدش تطرق ليه قبل كده. الف شكر ليك. خطير جدا طبعا خطير. الف الف كابتن طارق. اه يا كوتش. كابتن طارق باذنك انا بتعامل مع اعضاء داخليه، ما بتعاملش مع اله. انا بتعامل مع اعضاء. يعني ايه بتعامل مع اعضاء؟ في انت بتعامل مع كلى وكبد وغدد بروستاتا وغدد بنكرياس. الموضوع ده لو انا دخلت فيه غلط او انا ما فهمتش حاجه هدمر الانسان من جوه مش من بره. يعني اللاعب يبقى منفوخ ومن جوه خربان. كابتن حسن لازم تبقى معانا ان شاء الله حلقه قادمه باذن الله. لازم الموضوع ده محتاج وقت كبير جدا، لازم نتكلم فيه. شكرا ليك يا كابتن حسن. كمل يا صديقي. مين؟ بص حضرتك بقى، يعني احنا الحمد لله كنا ساعات كنا بنصلي فتره كورونا، كان الجوامع قافله والجيمات قافله، كان الحمد لله برده كنا بنتمرن في البيت وبنصلي مع بعض. فعلي ما شاء الله الله اكبر صوته كويس جدا في القران، يعني مقامات، والحمد لله بدا يشتغل على نفسه كويس برده وبدا يقرا قران. فلما لقيت صوته كويس وانا يعني الحمد لله بحب القراءه جدا وبحب قراءه الدين جدا وبلم معلومات كتير الحمد لله، فقلت له ايه رايك نعمل فيديوهات، يعني مثلا انت تخش بايه قرانيه وانا اشرحها، ايه رايك؟ قال لي تعال نجرب. فعملنا اكتر من فيديو الاول خالص، طبعا كان في غلطات كتير. للاسف 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 الحلقه انتهت للاسف الشديد. احنا تشرفنا بمعرفه حضرتك. اتشرفت بيك كابتن علي، اتشرفت بيك كابتن احمد. شرفتنا جدا. الى اللقاء الى الحلقه القادمه يوم الاثنين القادم الساعه 8. الى اللقاء.